ثورة البراق عام 1929 من الميلاد. قام اليهود في يوم الغفران بحشد الآلاف من نسائهم ورجالهم عند الحائط التاريخي، حائط البراق، وأعدوا المكان لممارسة طقوسهم. فهب المسلمون يدافعون عن مقدساتهم بشدة، وعمت عرب القدس موجة من الغضب العارم سرعان ما تسربت إلى مدن فلسطينية أخرى حتى شملت فلسطين كلها. فتدخل البريطانيون لاحتواء هذه الغضة، وتصاعد الموقف وقامت تظاهرة يهودية حاشدة في شوارع القدس يوم 15 أغسطس عام 1929 من الميلاد. وطاف المتظاهرون شوارع القدس حتى اقتربوا من حائط البراق، فرفعوا علمهم وأنشدوا نشيدهم القومي وتطاولوا على المسلمين بالألسنة. انتشرت الأخبار في القرى العربية حول القدس باعتزام اليهود مهاجمة حائط البراق، فأقبل المسلمون نحو القدس بأعداد كبيرة صباح يوم الجمعة 23 أغسطس. وعقب الصلاة هاجم المسلمون أحياء اليهود في القدس، ولم يمنعهم من ذلك نيران القوات البريطانية التي فتحت عليهم. عمت باقي المدن الفلسطينية موجة عارمة من الاحتجاجات، واشتعلت نيران الانتفاضة في الخليل، واستطاع العرب أن ينهوا الاستيطان في هذه المدينة. كما انتشرت الانتفاضة في صفد وغيرها من المدن الفلسطينية ضد اليهود وحلفائهم البريطانيين. عقبت الأحداث إجراءات عسكرية بريطانية قاسية تجاه الفلسطينيين والمشاركين في الاضطرابات، وتم فرض غرامات باهظة وإجراءات انتقامية شديدة. بعد انتهاء انتفاضة البراق بأسبوعين، عينت لجنة عرفت باسم لجنة شيو للتحقيق في أحداث الانتفاضة واتخاذ التدابير لمنع تكرارها. وبعد أكثر من 5 أشهر من العمل، قررت اللجنة أن للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف، وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط. كانت ثورة البراق أولى الثورات التي عمت كل فلسطين، وكان الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين وراء التخطيط والإعداد لهذه الثورة التي أدرك الفلسطينيون تماماً بعدها أن المشروع الصهيوني تحميه الحراب البريطانية، وأن صراعهم يجب أن يوجه بالدرجة الأولى ضد بريطانيا نفسها. صفحة من ذاكرة أمة ارتوت بماء الصمود، وجرى النضال في دمائها، ولا زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن ملحمة بقائها.